السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله الجميع. اليوم بإذن الله متوجهين للربع الخالي إلى الجهة الشرقية، منهم الشرقية الجنوبية. الآن في محافظة اللي مفرقة الشيبة طريق البطحة، وعبينا اللهم لك الحمد جراكل. طبعاً ست جراكل، كل جراكل وشال 100 لتر. خلاص كل مليان. ستمية لتر وقيمة 319 ريال. طبعا ده يعزل. ما شاء الله، هذا طريق الشيبة. طبعا اللهم صل محمد استقبلنا بالحجاج. الله هذه هوا قوي ورا بلحي، الله يسر. طبعا من المفرق الى الشيب 370 و 360، وقبلها الشبيطة والشبيطة. هذا الخوي الله يسهل ويوفق يا رب يحيى. ما شاء الله عقب السيل شكله جميل بلحي. هذه النفتة اللي قبلها الشبيطة. يا الله صباح خير لا شر فيه. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله، هذه المنطقة اللي قبل الحباك. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه العروق المعترضة. هذه العروق المعترضة طبعا تجاهها للشرق الغرب وفاتحة لجهة الجنوب. كان أحبال ممتدة جهة الشرق الغرب. أرض قشرة بالحين. طبعا أشكال الرمال بالربع الخالي اللي عرفته من 5 أشكال، وعروق طويلة مثل بني معارض وغيره، وفيه هذه المعترضة
وفي اللهم صل محمد اشكال نجميه، الكثبان الضمنية ترسلنا على شكل نجمه، هذه مثل القعد ومثل غنيم، وفيه شو اسمه اللي بوسط الطبع خالي اللي هي شو اسمه يا رب، اللهم صل على محمد، مبسطه وما شو تسمى. هذا احد العروق المعترضة، ممتد من الشمال من الغرب للشرق، والبين قيعان زي كذا. هذه قلمتها ضعيف، واجس عنها الماء ولما لا تنعش ما شاء الله. كبيرة بعد ترى صغيرة، هذه الكثبان نجمية، قيعان طويل وعالية هالنفتة، هذه أنا شفتها من فوق تجي النجمة، طبعا تجي بعد العروق المعترضة. هذا تشوف تقول نجمة ما يحتاج، طبعا مسافات طويلة. هذه بقايا أم الحيش، خلاص انتهت من الجهة تقريبا الشرقية الجنوبية، قلمة باقي اللي بينها النفط. ما شاء الله دفع بالربع خال. ايه ابو محمد اقول دفاع بالربع خال. اي
يصدق انك طبعا ما قرب على خالي. هذا مشروع ملك فهد الخيري بير ام الحيش. افتح ابو محمد، ما شاء الله ما شاء الله، ضغط من الارض يعني، لا معدات ولا شيء. وهذا القاعدة نفس اغنيم شو اسمه رمال وعلى شكل نجمة، تسمى كثبان نجمية. نفس اغنيم هذا القاعدة، هذا بدايته قاعدة الخروف هو وحول الاسم. سبحان الله كيعان وعليه الرمل. طاعة مطرب الرباط، ومرة نجرب الطريقة اللي هي ضغط الحماية، والله حلوة يمشي الحالة ناس بالحلوة، مع انه حماية ولكن موت المبوحة. طبعا دعبلوت بالجهابي وعمان الجهابي كله، واليوم تقريبا مغيب شمس عامة. ما شاء الله تبارك الرحمن. النحيم مع ابو محمد الراشدي نائب امير دعبلوت. حياك الله ابو محمد. الله يبقيك يا مرحبا ومسحب. كيف حالك؟ طيب يا هلا ويا مرحبا. ما شاء الله لقينا عندهم الحفاء والتقدير، الله يجزاهم خير وحجاج الطلق. ابو محمد تستاهلون معيشتكم بذا طبعا، بدون مثلا ما شاء الله يعني بدون اي محطات، بدون مثلا اللهم صل على محمد هالمواد الغذائيه، وشلون تنقلون اغراضكم؟ هذه المنحسه ايه، وفي الحمد لله يعني توفر من حس سيارات ولا اي نعم، ومن المركز المجاور اللي بجنبنا. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا الماء عندكم كله كبريت؟ الماء كبريت نعم، وصالح للشجر يعني ما عنده مشكله. صالح نعم للشجر مثل ما شفت، حتى القهوه طالع ما شاء الله. متى حاطه قهوه؟ جميع الاشجار والله ما نبدا لي، قلت لها فتره يعني، قلت لها من حوالي 3 سنين 4 سنين. ما شاء الله، هذه اول سنه تطلع؟ لا لا كل سنه تطلع. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب محمد، الهبايب ذي دايم عندكم الهواء ذا ولا مثلا اوقات بس؟ لا لا يجينا في الصيف هبايب اكثر، بس في الشتاء زين الجو معتدل وطيب. احنا ما عندنا ذاك البرد ولا بهذاك الحراره، يميل للحراره يمكن اكثر. ما شاء الله ما شاء الله. وهل الديره واجد محمد ولا شويه؟ والله مثلا ما عينك شافت فيه ناس شويتي ما هم شوي. والحين في الشتاء طال عمرك، الحين كلنا عند حلاله ويبله ما شاء الله ما شاء الله، ذي المراعي ذي الخيل نحمد الله ونشكره. ما شاء الله ما شاء الله. ولا شو اسمه البدو موجودين بربع خالي ما زال؟ نعم ما زال الراشد موجودين. اي الله يسعدك ابو محمد، بيض الله وجهك، ما قصرت على هالحفاوه والتقدير، الله يسعدك. هذه بيوتكم محمد قديمه تقريبا كم من سنة؟ هذه قهوة نابتة بطرف الربع الخالي عند الشيخ ابو محمد طبعا بدعبلوت. ما شاء الله ما شاء الله. هذه دعبلوت، المنظر من فوق النفتة المجاورة. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الآن باقٍ على بيض الحي 45 كيلو تقريبا. يسارنا عروق النشل، طبعا بعيد شيء يمكن 15 أو 20 كيلو. طبعا عروق النشل سميت بهالاسم لأن كل من جاه نشب على اسمه.
محمد حرك. يلا ما شاء الله تبارك الرحمن. الآن تعبية الوقود بعد مسافة 800 كيلو أو أكثر. الآن إحنا بين عروق النشب وبين بيض اللحي. وصلنا صراحة الحين مسافة مقطوعة داخل النفود أو الرباخالي 773 كيلو بهالبر، لا خبازين ولا شيء. هذه المنطقة الفاصلة بين العروق المعترضة وبين العروق الطويلة يقالها الحباك، أرض ممتازة وبها هالشجرة اللي زهرها أصفر. ماسك الجوال، لكن اصبر لما نقضي. الان متجهين على بيض اللحية، باقي عليه يمكن 20 25. تقدر انك تشوف القمر الساعة 10 الصبح.
هذه قلمت بيضة دحين. هذه الأرض اللي شمال الدكاكي تقريبا، طبعا الأرض ما شاء الله سهلة بالحيل، نفط بسيطة ما هي كبيرة إن شاء الله. هذا عرق سميح وله من اسمه نصيب ما شاء الله سمح بالحيل، لكن عاطر المسميات والمسميات. الديره اللي جيناها ذا بلوت يصوفون علينا يقولون عندنا عرج وراهم شوي اسمه حويذقان، يقول انه جوله من انجليز اثنين وقالوا نبي يعني اكثر واحد يدل يعرف المنطقه، يقول طلع بنضيه واحد ثاني انت عدى بس هالسمح ما قلنا شيء، طلع بمضيه وطلع عن ثاني يقولوا علموهم كل الاسامي. يقول يوم جو الحويذقان ولا ما له اسم، يعني ما اصطلحوا له اسمه وما اعرف اسم، يوم قالوا جليز وشهم دولهم يكتبون طبعا الخرائط وش اسمه ذا. طبعا عندهم معتقد يقول اذا سميت باسم الواحد ترى بيموت، فيقول يوم قال وش اسمه قال بمضيه قال ان هذا حويذقان اسم ناقه خويه. هذه عروق جلاب طبعا أرض شينة بالحيل بالحيل بالحيل، كل أرض رباط عروق جلاب. يا الله صباح خير لا شر فيه، يا الله صباح خير لا شر فيه. لا موقعنا بعروق جلاب، هذه محطة برية لكن واضح انها مهجور ما يجون الا بالصيف شكله، ارجعوا الى البنزين عندهم ديزل عندهم بنزين. هذه عن حرب قلمو شمال خور جلال، طرب هالقايدة حقه ترويشة. لكن مهجورة الآن، هذه الماترة الأولى. طبعا أقرب شيء له يمكن حرب 300 صحراء. هذه طيارة عم عدة وانها طاحت من بذالة 50 سنة بالعبويدة،
هذا كله مواتر قديمة. هناك الفروض بعد قديمة بالحيل. الصندوق ذا هذه منطقة السنام. طبعا اتوقع انه مسميته بالاسم لانه شوف النفط كله كان سنام بعيد. الله اعلم. البريك مثل ذا كله مثل منطقة او مثل منظر ذا. هذا معرض الشلفة. بيض راجك يا ابو سالم، جزاك الله خير. لازم الله يجزاه خير ابو سالم المري، قال لازم اعبي لكم هواء ولا معنا عدا مواطير. الله يجزاه خير. هذه ملعب المين عليها، هذه ملعب من قريب. طبعا على حسب فتح المنطقه يقول افضل ما طبعا موجود ملعب والشلفه بين 70 كيلو تقريبا او 80 كيلو. ما شاء الله. ثم ملعب بنخبز احنا والشيخ عدنان. ما شاء الله. طبعا جنوب وغرب الربع الغالي. ابو عدنان كم تقعد فتره ما تشوف احد؟ اسبوع اسبوعين بعض الاحيان شهر وكذا. شهر ما تشوف اي احد. ابي اطول مده ما شفت فيها اي مخلوق. قعدت 6 شهور يوم جيت دخلت هنا. 6 شهور؟ 6 شهور الله يعني. ما شفت احد ابد؟ مرة. صيف ولا شتاء؟ لا لا في الصيف. صيف؟ يا الله 6 شهور. هذه ابو بحر، ارض مستوية ولونها يميل للسواد شوي. مسافات طويلة يمكن تزود على 200 كيلو او 150. المفروض ما عندي لكن كبيرة بعدين. هذه عروق الرميلة. مشبكة هنا بالربع الخالي طبعا مع هالجهة هذي الربع الخالي جهة جنوبية والجهة الشمالية شو اسمه دهنة. ودهنة حلقة توصل بين الربع الخالي وبين المدى الكبير. فكل الرمال متصلة مع بعض، رمال النفود المدى الكبير والربع الخالي وصلتهن مدهنة. اللهم لك الحمد ولك الشكر، الحمد لله على السلامة. انتهت رحلتنا داخل الربع الخالي اللهم لك الحمد، وصولا بالأفلاج مدينة ليلى. اللهم لك الحمد ولك الشكر. طبعا عدد الكيلوات المقطوعة 1926 كيلو داخل الربع الخالي، دخولهم بالشبيطة وانتهاء منطقة الأفلاج. عدد لترات الديزل اللي معنا 600 بالجراكل، 600 لتر، وكل موتر بو تقريبا 190 لتر بالتنكيين. كلهن انتهن، ما بقي الا على ربع تانكي. رمال الربع الخالي تدخل جهة عمان 100 كيلو تقريبا. أقرب ديرة للسعودية من عمان مشاش، تبعد عن ذعبلوت 7 كيلو. طبعا أهل ذعبلوت يقولون لو صار عندنا حالة طارئة مثلا نبي المستشفى نبي شيء ضروري يقول نروح لعمان الصلالة أقرب لنا، لأنه تبعد عنهم تقريبا 80 صحراء ويمكن 200 زفلت. أما أقرب نقطة لهم داخل السعودية 600 كيلو صحراء اللي هي الأحساء. اللهم لك الحمد لك الشكر. طبعا بالنسبة للهواء السيارة تقريبا الهواء بالكفرات 20 كل مسار الرحلة 20 إلا منطقتين.